عادي مرحبا بك انا مقصود يقول لي صعبنا على رواحنا المقابله من التركيز على الفلنتي الايماجينير اللي عطاوه لهم في المريخ نو لا الماتش هذاك مشى على روحه اللي زاد صعب علينا الماتش اللي معناها البوطو بتاعهم هو هذاك زاد صعب علينا الماتش وقبلها زوز فرص اللي ضيعناهم معناها كانوا واضحين هذاك زاد صعب علينا الماتش بالذات دوزيام ميتون حاولنا نرجع وحاولنا معناها نهبطوا كرة في القاعة ايفيكتيفمون يعني هبطنا كرة في القاعة وماركينا مي بون الغالب الرياكسيون كانت مأخرة شوية شنو اللي كان ناقص؟ مش الرياكسيون كانت مأخرة احنا جانو دي زيكوزيون ضيعناهم البونتويت دخلوا مأخر شوية هذيك المشكل يعني معناها ثلاث دقائق في الاخر ما نجمناش نركيو الثالث على الغالب عملنا اللي علينا ما ربي ما حملناش ترشحوا اليوم اللي صار ما زالت عندنا بطولة صحيح توا نبيو صفحة هذيا ان شاء الله عندنا ماتشات مهمين في الشامبيونا وكيف ما زالت كاليفيكاسيون تاع الكاف على الغالب لا تشامبيونز ليغ ما زالوا معناها حتى الكاف وشامبيونا زاد حاجات مهمين برشا هذوما